السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رياض مدارس الوطن العربي. اليوم بدنا نشرح درس التراث الوطني للصف التاسع. بداية أول إشي طلابي بدنا نعرف شو يعني تراث. التراث ذلك الموروث الحضاري الذي يشمل كل ما خلفته الأجيال السابقة في مختلف المجالات سواء مادية أو معنوية. طبعا عندي التراث مسموع زي الروايات الشفوية، عندي حكايات، عندي فنون غنائية. الحكايات اللي دائما أجدادنا بيحكوا لنا إياها هاي من التراث. عندي الأمثال اللي دائما ستي وستك بتحكي لنا إياها هاي برضه من التراث المسموع. عندي تاني نوع اللي هو التراث المكتوب زي الوثائق، الكتب، المخطوطات، بالإضافة للتراث المبني زي الآثار. كيف إحنا عندنا آثار مثلا جرش، آثار جبل القلعة، عندي المدرج الروماني، هاي آثار مبنية زي الزخارف والنقوش. ويوجد عندي أي أنواع أخرى كأدوات الزينة والحلي والملابس وغيرها من أنواع التراث. أول إشي بدنا نحكي عن أنواع التراث. يقسم التراث لنوعين. أول إشي عندي التراث المادي اللي هو أي إشي أنا بقدر أمسكه بإيدي، اللي هو التراث الذي عملته يد الإنسان زي المباني وما تكشفه الحفريات وتضمه المتاحف، كما يشمل بقايا المدن التاريخية والعمائر الدينية والمعالم المعمارية والتحصينات العسكرية والمنحوتات والمسكوكات والأدوات الفخارية والخزفية والزجاجية والمنسوجات والأسلحة وأدوات الزينة. أي إشي أنا بقدر أمسكه في إيدي هذا بسميه تراث مادي. طبعا عنا أنواعه بدكم تحفظوها. عندي أنواع تاني نوع من التراث اللي هو التراث المعنوي. التراث المعنوي بينقسم لجزئين. عندي تراث فكري ويشمل ما عرف عن السلف من العلوم والمعارف الدينية وما قدمه السابقون من علماء وكتاب ومفكرين وسياسيين كانوا شهوداً على عصورهم، كما يشمل الفنون الأدبية والفنون الزخرفية والخطية. عندي التراث الاجتماعي والحياتي اللي هو ممكن نشوفه في حياتنا، اللي هي قواعد السلوك والعادات الاجتماعية والأمثال والتقاليد ومنظومة القيم الاجتماعية والموروثات الشفهية مثل الحكايات والزجل واللهجات. اللهجة يعني هلأ إحنا كل واحد فينا بيحكي بلهجته الخاصة العامية فيه، هاي من ضمن أنواع التراث الاجتماعي. منظومة وهي في عندي كمان الأزياء والفنون الشعبية زي الغناء والموسيقى والرقص والأهازيج ونحو ذلك، هاي كلها من أنواع التراث الاجتماعي. خاصة عندي نوع من أنواع التراث الاجتماعي اللي هي طبخة المنسف اللي إحنا بنعملها بالأعراس، وهاي عادة اجتماعية جرت عندي في الأردن. عندي التراث الشعبي اللي هو يكون الجزء الأكبر من التراث الشعبي من الحكايات الشعبية مثل الأشعار والقصائد المتغنى بها والقصص البطولية والأساطير والفنون والحرف وأنواع الرقص واللعب والأغاني والحكايات الشعبية للأطفال والأمثال والألغاز والأحاجي واللباس. طبعا اللباس اللي بيلبسوه الجدات الكبار هذا من التراث الشعبي. طيب فكركم شو أهمية التراث؟ إحنا التراث شو بيفيدنا؟ أول إشي بيمثل التراث دعامة أساسية من دعامات الهوية الوطنية. بعدين ببين لنا إنجازات الشعوب ورقيها، يعني هلا إحنا ما عرفنا حضارة الأنباط ورقي الأنباط إلا من خلال مدينة البتراء والآثار اللي خلفوا لنا إياها. ينمي في النفوس الاعتزاز بالأجداد وبمنجزاتهم ويدفعنا للحفاظ عليها. التراث صلة بين الماضي والحاضر والمستقبل، وبساهم التراث في التنمية الاقتصادية من خلال تنشيط حركة السياحة. يعني احنا هلا عندنا جزء كثير كبير من السياحة والدخل السياحي عندي للأثار الموجودة عندي. نهاية بدنا نحكي عن الأخطار اللي بتهدد التراث. عندي عوامل طبيعية بتأدي وبتهدد التراث، وعندي عوامل بشرية. العوامل الطبيعية اللي هي بفعل الطبيعة زي الأمطار والسيول، الرياح والعواصف، الهزات الأرضية ونمو النباتات. العوامل البشرية اللي هي بتصير عندي حرائق بفعل الإنسان، نزاعات مسلحة وحروب. طبعا الحروب والنزاعات ما بتعرف تراث أو غيره. أعمال الهدم والتخريب اللي بتصير عندي، قلة الوعي لدى المواطنين بأهمية هذا التراث. وهيك بنختم درسنا حبايبي، ويعطيكم ألف عافية.